طب ثريا يمكن اجيلك برضو، اكيد دعم الاسره ليه وضع تاني، واكيد انت اكيد ما كنتيش هتبقي كده. انا عارف ان اخوكي برضو بيلعب اخويا في باسكت بول 18. ما شاء الله ولاعب جيد، فطبعا اسره اكيد يعني في دعم. كلميني عن الدعم، خاصه انت بتشتغلي كمان وبتلعبي، فاكيد في دعم من الاسره، كلميني عنه. والله انا اهلي يعني مش بس 100% من اللي انا فيه دلوقتي ايا كان هو ايه، لا اهلي 1000000% من اللي انا فيه دلوقتي. قدروا بصراحة ان هم من زمان قوي قوي هم معايا. مامتي يعني كانت بتوصلني كل التمارين، بتستناني بعد المدرسة، تبقى جايبة لي اكل، مستنياني دلوقتي في الشغل، حتى لحد دلوقتي ممكن تيجي في الشغل مثلا تروح سايبة لي اكل. ممكن تبقى عشان انا يمكن شخص مثلا اللي هو مش بتدلع، بس اللي هو انا مثلا لو مامتي ما جابتليش الاكل مش هجيبه. بتنسي نفسك، مش بالظبط اللي بتدلع، هو بنسى نفسي يعني. بالظبط انا ببقى تعبانه جدا بعد التمرين. بس لا بصراحه انا مامتي خصوصا معايا انا واخويا، احنا الاثنين هي مركزه معانا قوي، وبابايا كمان نفس الحاجه، بيتفرجوا على ماتشاتي. ما قدروش ان هم يجوا بيفتحوا يتفرجوا عليها اونلاين. انا مثلا بابايا ما بيقدرش ان هو يشوف الاهلي خسران، ما يقدرش ان هو اهلاوي ها؟ جدا يعني، مش بس في باسكت لما يعني. الاهلي كلمك عشان تيجي انا روحي ما في وقت كان في فلوس ولا حاجه، روحي روحي فعلا. روحي ما فيش حاجه. هو اصلا بابايا حتى لما يجي يتكلم معايا في الباسكت بيتكلم بلغه الكوره، انتوا الباكات عندكم الباكات لا انا اصلا ما اعرفش شايفين في الملعب الباكات تمام دي. يا فندم، تمام. الباكات عندكم لازم ترجعوا بسرعه، وانتوا لازم تجيبوا جوان في الاول كتيره، وانتوا لازم عشان تفرقوا. حتى لو الكلام عفوي بس جميل، بس جميل فعلا، ببقى مستنياه ان هو حتى لو قال لي الكلمه دي فعلا. انا حتى بروح اقول للفرقه يا جماعه انا بابايا قال لكم ان فعلا باكات، ممكن يبقى احنا عندنا الترانزيشن ديفنس بتاعنا بطيء. مش شايفه هو بالظبط قصده كده الباكات، او قصده الريباوند مثلا مش بالظبط ان كويس. احنا بيتلم علينا فبيجروا بسرعه، يمكن ده القصد. لكن انما نفس الفكره بتوصل بالظبط نفس الكلام اخويا، اهلي مركزين معاه جدا، هو لسه صغير وعايزين ان هم يبقوا بيدعموه على طول. والله انا حتى نفسي لما باجي العب ماتش وحش بلوم نفسي زياده، انا النهارده كنت وحشه، انا بقالي فتره وحشه. انا برضو بحب اواجه نفسي ان انا في الماتش ده كنت وحشه عشان انا الوحشه، ماليش دعوه بقى اصل دينا ما باصتليش، اصل مش خالص. انا اللي كنت، انا لو جات لي 500 جات لي 30 تراي انا ليه ما جبتش 15؟ فانا اللي بلوم نفسي اول حاجه، وكده بص بقى على الفاكتورز الثانيه بس. فبصراحه اهلي بقى ساعتها لا انت لسه عندك احسن، وايه المشكله ماتش ولما بلعب كويس لا عادي، ما تفتكريش ان دي اخر الدنيا، انت لسه عندك كتير قوي قوي لسه تقدميه. فهو ده الدعم دايما اللي انا بستناه من مامتي وبابايا واخواتي، يعني ربنا يخليهم. طب انت ليكي مثلا طموح ثريا، ان انت مثلا قدام شويه ممكن يعني لو جالك فرصه بره تطلعي، لو جالك يعني فرصه تلعبي مع فرقه مثلا، مع وات ايفر اي عرض يجي لك يعني، مش جوه مصر بره مصر طبعا، جوه مصر مش ان شاء الله مش هتلعبي غير النادي الاهلي، فيعني عشان ما نتكلمش في الموضوع ده كتير. كتير بس ممكن توافقي ولا انت مش حاطه ده في حسابك؟ والله انا جات لي فعلا السنه اللي فاتت كان في بطوله عربيه كانت هتتلعب في المغرب او هي اتلعبت اوريدي، وانا جات لي ان انا اروح مع المغرب. كان مين سلا ولا كان مين؟ لا كان مش فاكره والله اسم الفريق ايه، كان مش فاكره اسمه ايه. فريق رجال وسيدات غير وفي فريق برضه في تونس كان جالي فرقتين، فبس الموضوع ما مشيش لان احنا كان عندنا ماتش متعارض مع ماتشاتنا يعني. ماتش الكاس بتاع الجزيره اللي احنا للاسف خسرناه. فللاسف يعني مش طب خليهم ما يكلمكيش تاني بقى يعني انا قعدت يعني اللي كلمك قبل الخساره ده يعني مين بلوك بقى، ما حدش يتكلم تاني. بس ما كانش ينفع خالص ان انا اسيب الفرقه والجزيره ما رضيوش ان احنا ناجل. طب يا جماعه انا هرجع وانا كنت وعينيا هرجع وهنلعب بعدها بماتشين. لا وحتى مجلس الاداره في النادي كله كان موافق، كابتن رؤوف عبد القادر كان موافق، كابتن علي كان موافق، مفيش حد صراحه كان معترض الا نادي الجزيره. نادي الجزيره بس هو اللي اعترض. بس المعترضين.